في آخر مرة حكينا عن السكند بارت اوف ذا فاندمنتال ثيورم اوف كالكولس. كنا الفاندمنتال ثيورم اوف كالكولس له جزئين، الجزء الأول اللي بكون الانتجرال من A ل X F of T dt is an antiderivative. الجزء الثاني اللي هو اللي بهمنا أكثر، إنه حتى نحسب التكامل، من A إلى B f of t dt، او حتى f of x، خلينا نرجع على ال x، f of x dx، كل اللي بنحتاج له is an anti derivative. اذا عملية حساب التكامل مع الليمت والبارتيشنز والغلب الكبير تحولت الى ايجاد an anti derivative. وفي المرة اللي فاتت أخذنا examples وكتبنا أحد الاكزامبل، أعتقد اكسرسايز 57 أو شيء من هالنوع هذا، 59. فاكسرسايز 59 كل إذا كانت، كتبنا المرة اللي فاتت f of 1 is 12، f prime is 10 and the integral from 1 to 4 f prime of x dx is 17. The question is, what is f of 4? Yes. The question is why. لاحظوا الآن ال f prime is continuous، معنى ذلك الفانكشن في إلها antiderivative. السؤال إيش هو الاقتران؟ يعني حتى نوجد ال antiderivative، مين الاقتران اللي مشتقته f prime؟ What is the function whose derivative is f prime؟ اللي هي ال f. إذن as an antiderivative it is f. إذن the integral from 1 to 4 f prime of x dx is just the function small f of x evaluated between 1 and 4. لانه اللي جوا الدريفاتيف، الفانكشن اللي الدريفاتيف تاعتها تساوي الدريفاتيف لاف اللي هي الاف نفسها. اذا f is an antiderivative. طبعا f of x between 1 and 4 is f of 4 minus f of 1. And we are given that this equals to 17. And f of 4 اللي بدنا اياها، f of 1 معطيه معانا. So f of 4 minus 12 اللي هي f of 1 minus 12 is equal to 17, which implies that f of 4 is 17 plus 12. And that is 29. إذا عمليا أحيانا إيجاد الأنتي دريفاتيف سهل، بنطلع على الفانكشن اللي معانا، ممكن تكون شغلة من هالنوع دريفاتيف، ممكن ساين كوساين، ممكن سيكنت تربيع، ممكن إكس تكعيب، هذول من السهل جدا إيجاد الأنتي دريفاتيف تاعهم. الآن حتى إنه نستخدم هذه النظرية بشكل جيد وشكل فعال، لازم يكون عندنا طرق سهلة لحساب الأنتي دريفاتيفز. ولذلك الآن ننتقل إلى سكشن جديد، إحنا في طريقنا لإنه نحسب الأنتي دريفاتيفز 5.4. it is called indefinite indefinite integrals.
احنا اللي درسناه دي ديفينيت انتجرال، وكنا الديفينيت انتجرال اللي هو الانتجرال من a ل b ل f of x dx القيمه تاعته عباره عن a real number، دائما بيطلع معانا some real number. فاذا الفانكشن موجبه هذا الريال نمبر عباره عن المساحه اللي تحت الجراف على الفتره المطلوبه، واذا ما كانتش موجبه بتكون هي محصله المساحات اللي فوق واللي تحت. الان في عندنا نوع اخر من الانتجرالز وي كول ات ذا اندفينيت انتجرال. احنا بنعرف اذا كانت اف از كونتينوس، اف ذا فانكشن اف از كونتينوس اند capital f of x is any antiderivative is any anti derivative of f of x. يعني احنا قلنا الفانكشن في لها many antiderivatives، اذا عرفنا واحدة منهم يعني بمعنى اخر ايش انه capital f is an antiderivative ذات از مشتقة الاف برايم الكبيرة عبارة عن الفانكشن سمول اف اوف اكس. إذا عرفنا واحدة من الانتي ديريفاتيفز ذن اول ذا انتي ديريفاتيفز اول ذا انتي ديريفاتيفز اوف اف ار اللي هم عبارة عن ايش؟ f of x زائد a constant plus c. اذا اي function اذا في الها one antiderivative بامكاننا نوجدهم كلهم، نستخدم هذا الانتيديريفاتيف وبنضيف الها a constant. في الواقع this is a family of antiderivatives. إذن الـ f of x plus c every time we give c a value we obtain a new antiderivative. فبن c بنسميها an arbitrary constant، هو ثابت ولكن يعطى قيم مختلفة وعشوائية، إذا أعطي قيمة تثبت. فمثلا f of x plus 1 f of x minus 1 half f of x minus root 3 في كل مرة بنعطي c قيمة بنتج معانا an antiderivative. لان هذه العيلة من الانتي ديريفاتيفز في الها اسم اخر، اذا we will use اشارة تكامل f of x dx بدون ما نحط عليها حدود. we will use this notation to denote the family اللي هي capital F of X plus C of antiderivatives اذا في عندنا notation جديد لل F of X plus C اللي هي the family of all antiderivatives of the function F. we use اشارة التكامل وجوا الفانكشن dx هذه تعني واحدة من الانتي ديريفاتيفز مضاف إلها a constant. ولذلك we write so هذه الإشارة f of x d of x is equal to capital f of x plus c. إذا هذه الإشارة تعني هو اختصار جديد لعيلة the family of all antiderivatives. هذا اللي هون رايحين نسميها the indefinite integral. إذا عيلة الـ antiderivatives للفانكشن إلها اسم جديد. This the integral or this side, sorry, without the limits, f of x dx is called, هو صحيح عيلة كل الانتيديريفاتيفز is called the indefinite indefinite
integral of the function f of x. إذن هو اسم جديد. الآن the indefinite integral of f of x means the family of all antiderivatives. إذن the indefinite integral of f of x. إذن إيش العلاقة بين الـ indefinite integral والـ definite integral؟ كنا حتى نحسب الـ definite integral إحنا بحاجة لـ one antiderivative. الآن الـ indefinite integral في الواقع يمثل جميع الـ antiderivatives. فإذن مشتقة هذا الـ antiderivative هي عبارة عن الـ function f. So لما نكتب هيك f of x dx تساوي f of x plus c implies إنه the derivative of f of x plus c لازم يساوي إيش؟ لازم يساوي الفانكشن اللي جوا. Because this is a family of antiderivatives. إذن كل واحدة من هدول is an antiderivative. إذن المشتقة تاعتها لازم تساوي الاقتران اللي جوا. ولذلك إذا أعطانا indefinite integral يساوي مقدار معين وقال برهن هذا الكلام، ما في داعي نقعد نحسب التكامل. كل اللي علينا نعمل انه هذا اللي على الطرف اليمين نشتقه ونثبت انه يساوي المقدار اللي في الداخل. Therefore التكامل من A ل B ل F of X DX يساوي the indefinite integral f of x dx محسوب ما بين ال a وبين ال b. اذا العلاقه ما بين ال definite integral and the indefinite integral هو انه ال definite integral عباره عن ال indefinite integral as an antiderivative evaluated between a and b. طبعا لما يكون هذا التكامل معروف بدنا هون نكتب f of b زائد c minus f of a plus c. c مع c بختصره وبرجع الجواب اللي معانا as a real number. إذن we know that هنكتب as a remark note إنه التكامل ال indefinite غير المحدود f of x dx is كنا الـ definite integral عبارة عن function. لم ليه زمان هلا بنغيره موجود على اللوح لازم نستخدمه. تمام هلا بنحط زهر. وين في زهر؟ هذا الأحمر. الـ definite integral كنا عبارة عن real number. تكامل من a ل b f of x dx is a real number. الآن الـ indefinite integral كنا هو عبارة عن عيلة من الـ function. So it is a function. In fact it is a family of functions. إذن الـ definite integral is a real number. The indefinite integral is the family of all antiderivatives. لذلك بإمكاننا نكتب ما يلي. x to the n dx هذا إيش تساوي؟ بمعنى آخر an antiderivative or the set of all antiderivatives of x to the n اللي حكيناهم المرة اللي فاتت اللي هي x to the n yes زائد c. إذن this is x to n plus 1 over n plus 1 plus c. كل القوانين اللي حكينا كل قيم كلمة antiderivative وحط محلها إشارة التكامل. مثلا the integral of secant squared x dx is tan
x plus c. طبعا التكاملات الثانية فيش داعي، في عندنا في الكتاب مجمعهم المؤلف في صفحة 392. Look at the table. Look at the table, page 392. المعلومات كلها بنعرفها. The integral of sine is minus cosine plus c. The integral of cosine is sine of x plus c. كل بقية القوانين اللي حكينا عنهم المرة اللي فاتت، بالإضافة لقانونين في الواقع يمكن يكون الكل ناسيهم لأنه خدتوه في calculus 1. مثلا من الأشياء اللي بدنا نتذكرها إنه the indefinite integral of dx over the square root of 1 minus x squared. هذا عبارة عن sine inverse. This is sine inverse x plus c، لأنه أخذته إنه مشتقة الساين إنفرس عبارة عن واحد over the square root of 1 minus x squared. في برضو عندنا the indefinite integral of dx 1 plus x squared لتان إنفرس، لأنه مشتقة التان إنفرس عبارة عن واحد على 1 plus x squared. This is tan inverse x plus c. Finally شغلة لازم نأكد عليها اللي هذه، ضلت dx over x times the square root of x squared minus 1. هذه لا مش هذه secant inverse، مشتقة السيكانت x is 1 over x times the square root of x squared minus 1. This is secant inverse x plus c. هدول الثلاث قوانين كتير مهمين ومفيدين وفي حالات كتير رايحين نلجأ لهم. ثلاثة هدول بالإضافة للشغلات مثلا the integral of secant tan. What is the integral of secant times tan? Secant. The integral of cosecant cotan is minus cosecant. The integral of cosecant squared minus cotan، لأنه فيها إشارة minus. وبقية الشغلات السهلة اللي إحنا نعرفها. كوساين إنفرس، مين حدا بيعرف إيش مشتقة كوساين إنفرس؟ في الواقع في عندنا ساين انفرس وتان انفرس وسيكانت انفرس اللي هم هدول. الان اللي فيهم كوساين انفرس مشتقتها راح تكون ماينس واحد على جذر 1 ماينس اكس سكويرد. الكوتان انفرس مشتقتها ماينس واحد على 1 بلس اكس سكويرد. وكوسيكانت انفرس مشتقتها ماينس واحد على x بجذر x تربيع ماينس 1. فالكو فانكشنز اللي فيهم كو مشتقاتهم هي الماينس، ولذلك بامكاننا برضه هذه هون نكتبها as ماينس كوساين انفرس x بلس c، وهذه بامكاننا نكتبها ماينس كوتان انفرس x بلس c. ولكن احنا في الانفرسز بنتعامل مع ثلاث اللي هم ساين انفرس تان انفرس وسيكانت اللي فيش فيهم كو. اللي فيهم كو مشتقاتهم فيها إشارة ماينس. في عندنا اكسرسايز 2 في الكتاب بقول ما يلي. اكسرسايز 2 says verify that the integral of x cosine x dx is equal to x sine x plus cosine x plus
plus cosine x plus c. verify يعني برهن على صحة العلاقة اللي مكتوبة معانا. إذا إحنا ما بنعرف نكامل x في كوساين ما بنعرف، ولذلك حسب اللي حكيناه حتى نبرهن إنه هذا الكلام صحيح لازم يكون مشتقة اللي هون تساوي x كوساين x. إذا بدنا نبرهن قانون من قوانين التكامل ما بنعمل الحسابات حتى بعد ما نتعلم الطرق، فيما بعد إحنا رايحين نطلع هذا لحالة، ولكن يفضل إنه نشتق. فحتى نبرهن زي ما حكينا قبل شوي، حتى نبرهن انه هذا التكامل يساوي اللي هون، مشتقة هذا لازم يساوي اللي داخل التكامل. ولذلك السوليوشن تاعنا انه بناخد الدريفاتيف لإكس ساين إكس بلس كوساين إكس بلس سي برايم از إيكوال تو، طبعا الأولى حاصل ضرب اقترانين، فمشتقة الأول في الثاني that is 1 في sin x زائد ال x في مشتقة الساين اللي هي x كوساين x، ومشتقة الكوساين minus sin x، ومشتقة ال c 0 because it's a constant sin x and minus sin x and we are left with x كوساين x اللي هو الاقتران اللي موجود داخل التكامل. ايش سميناه الاقتران اللي داخل التكامل؟ الاقتران اللي جوا ذا انتيجراند، الاقتران المكامل ذا انتيجراند بالدال. في عندنا اكسرسايز 5 بيطلب منا فايند ذا اندفينيت انتيجرال of x squared plus x to minus 2 dx. طب احنا بنعرف من خصائص الانتي دريفاتيفز انه الانتي دريفاتيف للمجموع هو مجموع الانتي دريفاتيف، ولذلك بامكاننا نقول انه تكامل المجموع هو مجموع التكاملين. بنعرف من كالكولس 1 انه الانتي دريفاتيف لثابت بفانكشن يساوي الثابت بالانتي دريفاتيف للفانكشن، ولذلك بامكاننا نقول انه التكامل لثابت بفانكشن يساوي الثابت برا في التكامل للفانكشن. بدل الزائد بامكاننا نحط ماينس. الانتي دريفاتيف للفرق بين تو فانكشنز الانتي دريفاتيف للاول ماينس الثاني. ولذلك الان بدنا نوجد هذا التكامل ذا اكس سكويرد بلس اكس تو ماينس 2 dx يساوي an antiderivative للx تربيع عبارة عن x تكعيب على 3 زائد antiderivative لx to minus 2 نفس الاشي x to minus 2 plus 1 لـ x to minus 1 على minus 1 and we must add c لانه ذا اندفينيت انتجرال لا يمثل واحد من الانتي دريفاتيف، يمثل العيله كامله. ات از ذا فاميلي اوف اول انتي دريفاتيفز. اذا بدنا نظبط الشكل خليه بشكل افضل، وي كان رايت ذس از 1/3 اكس كيوبد، بعدين الماينس بنجيبها قدام، واكس تو ماينس 1 بصير 1 على اكس بلس نمبر 10 سايز 10 في الكتاب. بدنا ذا ديفينيت انتجرال اندفينيت انتجرال اوف في تايمز في سكويرد بلس 2 ذا هول ثينج سكويرد دي في. وبنتذكر احنا كنا الفاريبل اوف انتجريشن كان بي اني فاريبل وي لايك، استخدم اكس واي في دبليو وات ايفر وي لايك. طبعا في طريقة أسهل، ولكن اللي بنعرفه لغاية الآن إنه لازم نبسط. إحنا بنعرف نكامل قوى الإكس أو قوى الفاريبل. بدنا نفك المربع، فهذا الفي بتضل برا، ف
هون بتصير في قوة أربعة لأنه في تربيع تربيع زائد اثنين الأول في الثاني اثنين في اثنين أربعة في سكويرد بلس فور دي في بعدين we multiply through by v this becomes the integral of v to the fifth plus 4 v cubed plus 4 v dv. Now the integral of v to the fifth power is v to 6 over 6 plus 4 v to the fourth over 4 plus 4 v squared over 2 plus a constant. طبعا في عندنا نقطة مهمة. احنا قلنا انه التكامل للمجموعة مجموعة تكاملات يفترض فينا انه بعد ما نكامل ال v للقوة 5 نضيف لها ثابت، ولما نكاملها نضيف لها ثابت، ولما نكامل الثالث نضيف ثابت. صير عندنا مجموعة من الثوابت، احنا بدل ما في كل مرحلة نضيف ثابت بالأخير بنجمعهم كلهم وبنسميهم سي. طبعا كان نظبط الشكل شوي، بكون هذا عبارة عن سدس V to the sixth، الأربعة مع الأربعة بتروح that is V to the fourth، والأربعة مع اثنين بضل اثنين V squared plus. Exercise 12. Let's find the integral of x squared plus 1 plus 1 over x squared plus 1 dx. Again, هذه the indefinite integral of a sum of three functions للx تربيع والواحد وواحد على x تربيع plus 1. So this equals to the indefinite integral of x squared. This is x cubed over 3 plus 1 times x plus, yeah, that is integral of 1 over x squared plus 1 or 1 على 1 plus x squared, that is tan inverse x. We add a c at the end. Exercise 13, بس حتى نتذكر بعض الشغلات. The integral of sine x plus sinh x dx. ذكرين sinh والcosh والtanh والsec all the hyperbolic functions. The integral of sine is minus cosine x. The integral of sinh is cosh. This is cosh x plus c. طبعا احنا بنعرف sinh x. What is the definition of sinh x? Is a to x minus a to minus x over 2. Cosh x is a to x plus a to minus x over 2. الآن التانش اللي هي السنش على كوش والسيش والكوش إلى آخره، وطبعا خطوه كل هذا في كالكولاس 1. Exercise 34. We want the integral from 1 to 9 of 3x minus 2 over the square root of x dx. First of all, this is a definite integral.
ففي البداية لازم نحسب الـ indefinite integral، نحسبهم بين الواحد والتسعة. What is an antiderivative؟ اللي هي اللي بنسميها partial division، مش partial fractions، partial division القسمة الجزئية، هي قسمة كل جزء من البسط على جميع المقام. فقبل ما نكمل that becomes the integral from 1 to 9 now 3x over the root of x 3x over root x minus 2 over root x dx. الآن بنبسط قبل ما نجري عملية التكامل. And this equals to the integral from 1 to 9 3 طبعا x اللي هي عبارة عن جذر x في جذر x، ما اللي في المقام تختصر، تصير جذر x اللي هي x للقوة نص minus 2 على جذر x which is x2 minus 1 half dx. And this now بنعمل ال indefinite integral 3 times x2 1 half plus 1 3 halves over 3 halves minus 2 x to minus 1 half plus 1 is 1 half over 1 half. And we calculate this between 1 and 9. This equals 2. طبعا لما نقسم على كسر في الواقع احنا بنضرب في معكوس الكسر. سير هذه 3 times 2 over 3 times x to 3 halves minus 2 times 2 لأنه نص صير 2 على 1 في x to 1 half from 1 to 9. Finally 3 with 3 that is 2 x to 3 halves minus 4 x to 1 half from 1 to 9. إما بنحسب مباشرة أو إذا بإمكاننا أنه نطلع x للقوة نص برا أو 2 ل x قوة نص في لما تروح 2 و x قوة نص بده يضل هنا x minus 2 from 1 to 9 and this is equal. طبعا هذا أسهل للحساب. لما x تساوي 9 بدها تصير هذه 2 في جذر 9 اللي هي 3 6 في 9 ناقص 2 7 في 6 63 ماينس لما الاكس 1 بصير 2 في جذر الواحد 1 في 1 ماينس 2 ماينس 1 في 2 ماينس 2 بصير 63 ماينس ماينس 2 ذات از 60 كمان مرة 9 شوي شوي أرقام هذا مش مشكلة 9 ناقص 2 7 في 2 في جد 3 6 في 7 42 you're right. إذا this is 42 وهذه بتصير هون بدل 65 44 Finally, exercise 41. ولا لسه بدكم اياها الثانية.
أعتقد الفراغ اللي هون بكفي نحل السؤال اللي ضله سؤال 41. The integral from 0 to 1 over root 3 t squared minus 1 over t to the 4th minus 1 dt. Any ideas? ايوه شو بضمننا انه لما بنختصر بنقسمش على زيرو؟ لان المقام امتى زيرو؟ لما تي واحد. الواحد لا يقع ما بين الزيرو وواحد على جذر الثلاث، جذر الثلاث تقريبا 1.7، فواحد على 1.7 تقريبا نص او 6، فاحنا بنكامل على الفترة من 0 ل 6، فالواحد مش موجود فيها، فاحنا ضمنانين انه التي لا يمكن تساوي واحد. فإذا إيش تحليل التي تربيع ماينس 1؟ بس الزيرو 1 على روت 3 تي سكويرد ماينس 1، طبعا فرق بين مربعين، هذه تي تربيع تربيع ماينس 1 تي سكويرد ماينس 1 تايمز تي سكويرد بلس 1 دي تي. طبعا تي سكويرد ماينس 1 t squared minus 1 باختصره. And this becomes the integral from 0 to 1 over root 3 dt over t squared plus 1. And that is tan inverse t. خلصنا أقل ال إذا this is tan inverse t from 0 to 1 على root 3 and this is tan inverse 1 over root 3 minus tan inverse 0. مين زاوية اللي التان لها 1 على روت 3؟ 60 ولا 30؟ لأنه لازم يكون الجيب نص على جذر الثلاث، الزاوية اللي جيبها نص اللي هي الثلاث، سباي اوفر 6. Minus tan inverse 0 is 0, so this is pi over 6. قيم التان inverse والساين inverse والسيكنت inverse are always in radians, not in degrees. لما نستخدمه في التكاملات والمشتقات. سنحط عنوان للمرة القادمة. حتى نتذكر وين وصلنا. هو آخر سكشن، سكشن 5 the substitution rule. التعويض اللي بنعرفه من المدرسة.